انفجر صاروخ تابع لشركة سبيس إكس الخاصة التي كانت تخطط لاستخدامه في نقل بشر إلى المريخ أثناء الهبوط بعد رحلة تجريبية في تكساس بالولايات المتحدة. وكان الصاروخ المدمر نموذجا تجريبيا يعرف باسم ستارشيب، ويبلغ طوله حوالي 50 مترا، وكان بمقدوره حمل ما يصل إلى 100 طن إلى الفضاء. وأقلعت المركبة الفضائية غير المأهولة من قاعدة سبيس إكس في تكساس، وطارت لمسافة تصل إلى نحو 12 كيلومترا مدعومة بثلاثة محركات من نوع رابتور، قبل أن تعود إلى نقطة البداية، حيث كان من المفترض أن تقوم بعملية هبوط آمنة، ولكن انفجرت المركبة عند هبوطها. وأوضح الملياردير إيلون ماسك مالك شركة سبيس إكس في تغريدة له أثناء الهبوط: كان الضغط في خزان وقود الصاروخ منخفضا، مما تسبب في زيادة سرعة الهبوط. جدير بالذكر أن شركة سبيس إكس فازت في الآونة الأخيرة بعقود مع وكالة ناسا للفضاء للقيام بمهام إعادة الإمداد ومعدات البحث إلى محطة الفضاء الدولية. ونجحت كبسولة دراجون التابعة لسبيس إكس يوم الاثنين الماضي في الالتحام بطريقة أوتوماتيكية بمحطة الفضاء الدولية لتصبح أول كبسولة تنجح في هذه المهمة. وبالإضافة إلى ذلك، أرسلت سبيس إكس بنجاح في نوفمبر الماضي أول مهمة فضائية مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.